برضو على الذرات اللي موجود جوه. ومن هنا جت اهميه ان احنا نعرف ايه بالظبط حكايه الشحنات دي، نعرف الذره فيها شحنات عامله ازاي، في ايه جواها، وبالتالي ابتدينا نتكلم على ان احنا بنتعامل مع ايه، مع شحنات موجبه وشحنات سالبه. يبقى كده ده اول حاجه اتفقنا عليها، احنا هنا في الكورس بتاعنا ده بنتعامل مع حاجه اسمها تشارج. طيب يا ترى التشارج اليونت بتاعتها ايه؟ تتقاس بايه؟ ايه وحدتها؟ يا شباب التشارج تعرفوا ان وحدتها ايه؟ الكولوم. الكولوم بالظبط كده. خلي بالك ان التشارج دي بيعتبروها من الفاندمنتال كوانتيتيز. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان في ماس ولينس وتايم، صح؟ وفي معاهم كمان التشارج. دي اللي احنا ما نقدرش ان احنا نقسمها او نبسطها عن كده، وما نقدرش نعبر عنها بدلاله حاجه ثانيه. فبالتالي بيسموها كميات اساسيه، فاندمنتال كوانتيتيز. فالشحنه بتتقاس بوحده اسمها الكولوم. طيب حلو قوي. احنا طبعا زي ما قلنا ان احنا بنتعامل مع الالكترونات، وبالنسبه لشحنه الالكترون ده بتبقى رقم ثابت دايما يديهولك لو عندنا مساله فيها الكترونات، بتبقى 1.6 من 10 في 10 اس ناقص 19، 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. فطبعا دي بتبقى قيمه صغيره قوي، شحنه صغيره جدا. طيب يبقى احنا عايزين ندرس ايه بقى؟ ندرس الفورس اللي هتنشا بين الشحنات الموجوده. طيب مين بقى اللي هيجيب لنا الفورس ديت؟ اللي هيجيب لنا الفورس دي وهيحسبها لنا هو قانون مين بقى؟ هو القانون اللي احنا بنقول عليه قانون مين؟ قانون كولوم. يبقى اذا هنا قانون كولوم ده من اهم القوانين اللي عايزك تطلع من المحاضره النهارده. حافظ الصيغه بتاعته، حافظ الصيغه بتاعته كويس قوي. طيب هنا في بعض المعلومات. طبعا هو كولوم ده كان شغال اكسبيرمنتال. يعني ايه اكسبيرمنتال؟ يعني كان شغال في المعمل. بيعمل ايه؟ جاب كورتين، والكورتين دولت كوره ربطها في سبرينج، وكوره ثانيه خلاها فري حره، وحط على الكورتين دولت شحنات، والشحنات دي كانت متشابهه. فقرب الكورتين من بعض، لما حرك احنا عرفنا ان في واحده مربوطه في سبرينج سوسته، والتاني الكوره الثانيه متحركه حره. مسك المتحركه وقربها من الكره الثانيه، حصل ايه للكره الثانيه؟ ابتدت انها تبعد. حصل ايه؟ اثرت على السبرينج. طب لما اثرت على السوسته ديت اتكون في السوسته دي فورس، فبالتالي هو قدر يقيس الفورس دي. يبقى بالتالي ايه اللي حصل؟ الحركه بتاعت الشحنه وقربها من الشحنه الثانيه اتولدت او عملت فورس. الفورس دي كانت قوه ايه يا جماعه؟ قوه تنافر. تنافر يعني ريبالشن. ومن هنا جت ان لو عندي شحنتين ليهم نفس الاشاره هيحصل بينهم ايه؟ هيحصل بينهم ريبالشن. يبقى الشحنات المتشابهه في الاشاره بيحصل بينهم تنافر. تمام كده؟ طب لو كانت الشحنتين بقى مختلفين في الاشاره يحصل ايه؟ يحصل تجاذب. يبقى عارف هو الكلام ده منين؟ عملي. عارف الكلام ده من تجربه عمليه. طيب ايه تاني؟ طبعا في المعمل بيقعدوا ايه؟ يجربوا. يقول لك طب ما تيجي نجرب دلوقتي كده حاجه ثانيه. ايه هي؟ قال لك طب ما تيجي نزود قيمه الشحنه اللي موجوده على الكور ديت. وجد ايه بقى؟ وجد ان كل ما يزود الايه؟ القيمه بتاعه الشحنه والفاليو بتاعتها، وجد دلوقتي هنا ان الشحنه او الفورس دي بتزيد. يبقى كده هو وجد دلوقتي ان احنا عندنا ان في قوه كهربيه قدر يقيسها في المعمل. القوه دي وجد انها تتناسب مع مين بقى؟ مع البرودكت اللي هو الشحنه الاولانيه مضروبه في الشحنه الايه؟ الثانيه. يبقى كده كل ما الشحنتين يكبروا الفاليو بتاعتهم، كل ما تاثيرهم على بعض يبقى كبير. يبقى التناسب دلوقتي تناسب ايه؟ تناسب طردي. عارف منين الكلام ده؟ من المعمل. قاعد يزود التشارجز اللي على الكور ويشوف الفورس، يلاقي الفورس بتكبر. تمام؟ طيب عمل ايه كمان؟ راح جاي وراح مغير الديستانس بين الكورتين دولت، وقعد يشوف، قعد يزود الديستانس. كل ما يزود الديستانس يحصل ايه للفورس؟ يعني كل ما يبعدهم عن بعض يحصل ايه للفورس ما بينهم؟ ها تتوقع ايه اللي بيحصل؟ بتقل بالظبط. يبقى لما الديستانس تزيد الفورس تقل. يبقى ده يسموه ايه الكلام ده؟ يسموه انفرس بروبورشنال. اقفل المايك على طول يا جماعه. يبقى دلوقتي التناسب وجدنا اهو ان هو التناسب عكسي، انفرسلي. فلما يبقى انفرسلي يبقى بالشكل ده. بس وجد ايه بقى؟ وجد ان هو بيتناسب انفرسلي مع الار سكوير. ايه هي بقى الار ديت؟
قال لك الار دي هي عباره عن الديستانس بين الشحنتين. يبقى انا لو عندي شحنه كده وعندي شحنه تانية كده، الشحنه الاولانيه ديت اللي هي كيو 1 والشحنه التانية دي اللي هي كيو 2. فاذا دلوقتي هنا هو بيتعامل مع الشحنتين دولت. خلوا بالكم بقى، هتقولي احنا عندنا، انت قلت لنا من شويه ان في اشكال كتير من الشحنات هندرسها. احنا بادئين باسهل شكل من اشكال الشحنات اللي هو بيقول لك ان الشحنتين يبقوا على شكل بوينت شارج، يعني شحنات صغيره قوي. فاذا لو الديستانس بينهم، هو مسمي الديستانس بين الشحنتين ار، وجد ان قوه الايه، القوه ما بينهم هتبقى تتناسب عكسيا مع مين، مع مربع المسافه ما بينهم اللي هي ايه، اللي هي الار ديت. يبقى كده احنا بنقول اهوت مع بعض ان احنا عندنا ادي شحنتين، شحنه اسمها كيو 1 دي الشحنه اللي عندك ديت، وليكن هنا هنقول ان هي دي كيو 1، وادي شحنه تانية اسمها كيو 2. طيب يا ترى الشحنتين اللي هم كيو 1 وكيو 2 دولت، اول ما هنتعامل بقى هنتعامل مع شحنات على شكل ايه؟ قال لك على شكل بوينت تشارج. يبقى كده هو سماها ايه؟ بوينت تشارج. يعني ايه شحنه على شكل نقطه؟ يعني شحنه صغيره قوي. تقول لي هي تفرق؟ اه تفرق. لو الشحنه مش صغيره قوي وشحنه كبيره على شكل كوره كبيره، لا ده يبقى تعامل معاها تعامل ايه؟ مختلف. قال لك ان السايز بتاعها ماله؟ شوف كده كتب ايه؟ قال لك نيجليجابل سايز، يعني حجم صغير. فالمسافه دلوقتي بصوا كده ابعاد الايه؟ الشحنه، هو بيقول لك الدايمتر بتاعها اسمه دي 1 والدايمتر بتاع الشحنه الثانيه دي 2. دي 1 ودي 2 ايه علاقتهم بالمسافه بقى ما بين الشحنتين؟ اقل بكتير بكتير من المسافه ما بينهم، وبالتالي الشحنتين دولت بنقول ان هم بوينت تشارجز، شحنات على شكل ايه؟ على شكل النقطه. وبالتالي ده الكلام اللي هو بيتعامل معاه كولوم. يبقى القانون اللي احنا هنكتبه دلوقتي مش شغال غير مع البوينت تشارج. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا كنا لسه بنحكيه دلوقتي ونقول اهو ان الفورس بتوين تو ستيشنري بوينت تشارج. اه خلي بالك بقى من الحته دي وحط تحتيها كذا سطر. ايه الكلمه دي؟ كلمه ايه؟ ستيشنري. يعني ايه ستيشنري يا جماعه بالعربي؟ يعني ايه ستيشنري؟ ها يا شباب، السامع بتقولوا ايه؟ يعني السامع بيشتغل. اه يبقى بالتالي بقى احنا كمان عايزين نثبت المفهوم ده يا جماعه، اللي هو ايه بقى؟ لو جيتوا تبصوا كده في اول سلايدز اللي احنا اخدناها هتلاقوا ان احنا مكاتبين كده ان اللي احنا بندرسه ده، ده حاجه اسمها الكتروستاتيك. الكتروستاتيك فورسز. يعني ايه كلمه ستاتيك؟ ستاتيك يعني معناها الشحنات ثابته. يبقى احنا هنا بنتعامل مع شحنات ثابته في مكانها. هتقول الله هي لو كانت بتتحرك كان يعني هيبقى الوضع مختلف. اه فالكتروستاتيك يعني كهرباء استاتيكيه، يعني معناها ان احنا بنتعامل مع شحنات ثابته في مكانها ما بتتغيرش. يعني لما اقول لك عندي شحنه كيو 1 يبقى هتفضل كيو 1 على طول. لو عندك شحنه كيو 2 الفاليو بتاعتها هتفضل زي ما هي ومكانها هيفضل زي ايه؟ زي ما هو. فاحنا عندنا شحنتين ثابتين في مكانهم، والشحنتين دولت واحده كيو 1 واحده كيو 2، بنقول اهوت انها تنشا بينهم فورس. فالفورس دي تتناسب تناسب طردي مع المقدار بتاع الشحنتين، تتناسب تناسب عكسي مع السكوير، مع المربع بتاع السيباريشن. سيباريشن يعني المسافه ايه؟ ما بينهم. وان القوه دي هتبقى قوه ايه بقى؟ قوه دلوقتي هنا انها قوه تنافر لو كانوا الاثنين نفس الاشاره، قوه تجاذب لو كانوا اشاره مالها مخالفه او اشاره اوبوزيت ساينز. يبقى كده قلنا نتعامل معاها. يبقى ادي يا جماعه بصوا بقى، ادي ايه؟ ادي الشحنه اللي عندك اهي اللي اسمها كيو 1، ادي كيو 1 اهي، وادي كيو 2 اهي، الشحنتين بوستر. طيب هنقول دلوقتي بوستيف على بوستيف يعمل ايه؟ يعمل تنافر. يبقى اذا بص كده انا عملت ايه؟ انا جيت عند كيو 2 وطلعت بالسهم، السهم ده الاورنج ده، والسهم ده كتبت هو طالع لبره كده زي ما شايفين كده، وكتبت عليه 1 2. هو قصده ايه بكلمه 1 2؟ يعني اللي جاي من الشحنه واحد راح ياثر الشحنه 2. ايه قوه ايه دلوقتي دي؟ قوه تنافر. ليه تنافر؟ تنافر عشان الشحنتين اللي عندنا كيو 1 وكيو 2 دولت نفس الايه؟ نفس الاشاره.
تمام كده، بنقول اهوت ان القوه قوه تنافر بسبب ان الشحنتين نفس الايه نفس الاشاره. طيب احنا لما يكون عندنا قانون بنقول اهو ان اف 1 2 كانت تناسب طردي مع مين، مع كيو 1 كيو 2 وعكسي مع مربع المسافه ما بينهم، يشيلوا علامه التناسب ويحطوا ايه بقى، ويحطوا ثابت. يبقى كده هنا ناخد بالنا ان احنا هيبقى فيه هنا ثابت، والثابت ده يسموه باسم العالم نفسه، فالعالم اسمه كولوم، رحنا مسمينه ايه بقى، ثابت مين، ثابت كولوم. خلي بالك، نخلي بالنا من القانون، القانون الموجود عندنا. القانون بيقول لك ايه بقى، بيقول لك دلوقتي اهوت ان اف، انا عايز الناس يا جماعه تكون حافظه القانون ده كويس، تمام كده. القانون بيقول ان اف بتساوي ايه، ك في كيو 1، معايا يا جماعه، ك في كيو 1 في كيو 2 على ار تربيع. ده اول قانون ظهر معانا اهو يا شباب، وعايزكم تكونوا حافظينه كويس قوي. طب يبقى كده نمسك حاجه مين الاف، ها مين الاف، الفورس اللي هي ايه بقى، الفورس اللي بيأثر على الكيو واحد، اللي بتأثر على كيو 2 اللي ناتجه من كيو 1. ايوه خلي بالك بقى ان احنا عندنا الفورس دي الفورس الناشئه بين 2 بوينت تشارجز، دي القوه الناشئه. هو قصده يعني ايه القوه الناشئه؟ دي القوه اللي هتأثر بيها كيو 1 على كيو 2، وفي نفس الوقت هي نفس القوه اللي هتأثر كيو 2 بيها على كيو مين، على كيو 1. الله، امال تفرق في ايه؟ انت ملاحظ بقى هنا، بص بقى كده، كيو 2 متاثر على كيو 1 بفورس، مديت انا الخط برده تنافر لبره اهوت، وسميت الفورس اف 2 1، قصده طبعا ب 2 1 اللي هي جايه من 2 على مين؟ على 1. يبقى كده القوتين طالعين لايه؟ لبره، تمام؟ طيب لو كان الشحنتين بالنيجاتيف، ها نيجاتيف ونيجاتيف، يحصل ايه؟ يحصل برده ريبالشن، تنافر. يبقى بالتالي هنا اف 1 2 لبره وإف 2 1 برضو لبره، يبقى كده قوتين قد بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه. طب لو كانت الإشارة بقى إشارات مختلفة، واحدة بوستيف وواحدة نيجاتيف، ها عندك واحدة هي بوستيف وواحدة نيجاتيف، يحصل إيه؟ يحصل أتراكشن. جيت أنا عند كيو أو كيو 1 قلت بتأثر على كيو 2، جيت عند كيو والسهم ده داخل لجوه كده وسميته إف 1 2 أو إف وخلاص. خلوا بالكم التسميات دي بقى مش هتفرق معايا قوي في حل المسائل، انا يهمني هنا بس ان انا اعرف الاف دي الدايركشن بتاعها ازاي. طيب ملاحظين دلوقتي هنا ان الكيو حط عليها الخطين الرئيسيين دولت، طبعا الخطين دولت يعني الابسوليوت فاليو، هو قصده ايه بقى؟ قصده ان انت مش هتحط اشارات سالبه. يبقى اذا لما اجي اعوض في القانون بتاع الالكتريك فورس، القوه اللي هتنشا بالاثنين بين الاثنين بوينت تشارج، مش هاخد اشارات معايا، لاني اوريدي خدت الاشارات دي في اني احدد الاتجاه، شايفين كده؟ يبقى اذا الاشارات حددت بيها اتجاه الفورس على الرسم، لما اجي اعوض ما بعوضش بالاشاره. يبقى كده نحفظ يا جماعه القانون، انا عايزكم تحفظوا القانون دلوقتي كده، اف بتساوي ك في كيو 1 في كيو 2 على ار سكوير. مين بقى كيو 1؟ الشحنه الاولانيه. مين كيو 2؟ الشحنه الثانيه. مين ار؟ المسافه بين الشحنتين. ثابت على فكره، ثابت كولوم ده له رقم يعني سهل حفظه، ان هو بنعوض بيه دايما في المسائل، بيبقى 9 في 10 اس 9، 9 تايم 10 تو ذا باور 9. فاذا حفظه ايه؟ حفظه سهل وبسيط. تمام يا جماعه؟ في مشكله لغايه دلوقتي في القانون ده؟ طبعا القانون ده هنحل عليه مسائل كتير دلوقتي. ها كده تمام. تمام. طيب يبقى كده هنا ادي اهوت، بقول لك ان انت عندك، خلي بالك ان الكي زي ما انت شايف اول فاليو بتاعتها مكتوبه ايه، 9 في 10 اس 9. طبعا هو يقدر يستنتج وحده للكي ازاي؟ بص كده، لو انت دلوقتي طلعت الكي خليه في ناحيه لوحده، طلع الار سكوير دي متر مربع، طلعها اضربها في الاف، تبقى نيوتن مضروبه في متر مربع، ويقسم على كولوم في كولوم، يعني على كولوم سكوير. فاذا هي دي الوحده اللي هو كاتبها بالنسبه للكي. الكي ده ثابت ايه؟ ثابت كولوم، وده القيمه بتاعته ودي الوحده ايه بتاعته. طبعا انت بتحفظ الثوابت، الثوابت دي بيديها لك في الايه، في الامتحان، انت بعد كده بتعوض بيها بالقيمه اللي انا مديها لك. تمام. طيب بنسال نفسنا سؤال دلوقتي، احنا عرفنا دلوقتي اهوت ان في فورس هتنشا بين اي شحنتين. طيب يا ترى دلوقتي هنا، هل الفورس دي بتعتمد على الوسط ما بينهم ولا لا؟ ايه رايكم؟
توقع انها تعتمد على الوسط ولا لا؟ طبعا تعتمد. تعتمد على الوسط. حد تاني يقول. تعتقد بتعتمد على الوسط ولا لا؟ يا شباب لو تعتقد انها بتعتمد على الوسط بتعتمد ازاي؟ يعني بتعتمد على الميديم، الميديم اللي بين التو تشارجز ولا لا؟ المفروض تعتمد. ليه؟ ايه رايك ليه؟ ممكن عشان الاحتكاك مثلا. لا، هو اللي حاصل دلوقتي هنا ان احنا لما يبقى عندنا دلوقتي كده في ميديم في النص، فالميديم ده بيبقى فيه تشارجز، يبقى احنا دلوقتي هنا بيبقى عندنا فيه، لو في ميديم في النص كده هيبقى فيه شحنات اضافيه، مش هو اي ميديم مكون من ذرات اتومز، والاتومز دي بتبقى عباره عن شحنات. تخيل دلوقتي ان انا عندي هنا في الميديم ده في اتومز وفي هنا شحنه كده، تمام؟ هل الشحنه ديت هتاثر على كيوتو بدورها ولا لا؟ هتاثر على كيوتو بدورها، يبقى كده هتاثر عليها فورس ده الدايركشن بتاعها. طب انا دلوقتي لما اجي ادرس التاثير على كيوتو، هل التاثير على كيوتو هل هو الفورس الوحيده اللي انا حاسبها بالقانون ده ولا لا؟ ولا في فورس كمان اضافيه؟ ها، في فورس اضافيه ولا لا؟ في فورس اضافيه. طب لما يكون عندك في فورس اضافيه تغير لك القيمه، طب يا ترى الفورس دي بقى هتخش في القانون ازاي؟ بصوا بقى كده، شايفين؟ طبعا هي مش هتخش في Q1 ولا Q2 انما ولا R سكوير، هتخش مكان مين؟ مكان K. يبقى K اللي هي الثابت، مين الثابت بتاع كولوم ده؟ في بعض الاحيان بنشيله وبنحطه ان هو يبقى على بعض ابسلون نود. ايه ابسلون نود دي بقى؟ دي ثابت، الثابت ده بيختلف من وسط للتاني، يبقى كل ميديم وله قيمه للثابت بتاعه. فاحنا دلوقتي هنا زي ما انتم شايفين كده الثابت ده بيسموه ايه؟ بيسموه البرميتيفيتي اوف الفري سبيس. لما تلاقيني كاتب جنب الابسلون ديت ابسلون نود، فاذا هنا ده معناها كده ان انا بتكلم على ايه؟ على هواء. يبقى الوسط بتاعنا اللي موجود بين الشحنتين هيبقى هواء. خلي بالك طبعا ان احنا هنا معظم شغلنا ومعظم مسائلنا هيبقى الميديم هواء. يبقى احنا هنا الابسلون دايما انت ما تعرفش عنها غير اللي هي ابسلون نود. طبعا لو الوسط اتغير هيبقى فيه ابسلون تانية، ويبقى فيه ايه؟ ويبقى فيه برميتيفيتي مختلفة. البرميتيفيتي ديت بالعربي يسموها نفاذية، وسماحية الوسط انه يعدي جواه المجال الكهربائي. طيب والقوة الكهربائية، يعني انت هنا خلي بالك ان ممكن يبقى فيه ميديم الابسلون بتاعته تخلي لك الفورس دي صغيرة قوي. مش الفورس ليه علاقة بالكي، والكي ليه علاقة بالايه؟ بالابسلون. يبقى هنا في ميديم، كل ما الميديم ده الابسلون بتاعته زادت كل ما الفورس اللي ما بين الشحنتين اللي حصلها ايه؟ تقل. تقول لي ليه؟ اقول لك ما انا لو شلت الكي من القانون وحطيتها بواحد على 4 باي ابسلون نود، فاذا هنا بقت الفورس ليها شكل تاني للقانون، وده ده الشكل ايه؟ الشكل بتاعه. عشان كده في ناس تلاقيها كاتبه القانون بالشكل ده، ان الفورس بتساوي ايه؟ Q1 Q2 على 4 باي ابسلون نود ار تربيع. يبقى هنا ايه بقى الابسلون نود ديت؟ دي ثابت، الثابت ده نقدر ان احنا نحسب الفاليو بتاعته. طبعا خلي بالك برضو انت ما بتحفظش اي ثوابت، دي بنديها لك وبنديك كمان بعض، يعني بيبقى في الاخر في الامتحان بيبقى في عندنا فورمولا شيت، ورقه كده فيها القوانين كلها اللي انت محتاج انك تعوض ايه اللي تعوض فيها. طبعا هنا احنا عايزينك بس تكون فاهم امتى انا اعوض بالقانون ده، ولو انا هعوض بالقانون ده هعوض ازاي. باخد بالي بقى من التحويلات، اخد بالي هنا زي ما انتم شايفين ان كيو لما اعوض عنها اعوض عنها بالابسوليوت فاليو، يعني ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه اي سالب في الموضوع. اخد بالي ان هنا المسافه تبقى بالمتر لو انا شغال بنظام اللي هو الايه؟ الاس اي. فدي كلها حاجات هناخدها مع بعض في الاعتبار لما نيجي نعوض في المسائل. ماشي يا جماعه؟ في مشكله لغايه دلوقتي في اللي انا بقوله؟ ها؟ متابعين؟ ايوه يا دكتور. ايوه متابعين. طيب يبقى كده انا عايزك تحفظ القانون في دماغك. اصل بص ده اول قانون في الكهربائيه هتشوفه، اللي هو قانون القوه الكهربائيه الناشئه بين شحنتين K في Q1 في Q2 على R تربيع. ده القانون بتاع الفورس الموجود عندنا. نقفل المايك على طول طالما ما بنتكلمش. يبقى كده
K في Q1 في Q2 على R سكوير. بس خلي بالك القانون ده امتى استخدمه؟ مع البوينت تشارج، مع اي شكل تاني من الشحنات مش هينفع القانون ده معانا، وهندور على قوانين ايه؟ قوانين تانية. خلي بالك ان ده القانون بتاعنا اهوت، هو جاي طبعا يجي يقول لك اهوت. خلي بالك ان انا لو عايز احطه على شكل فيكتور فورم، فبعض الكتب كده تعمل لك الايه الاف عشان تعرفك ان القوه دي قوه ايه؟ قوه متجهه. يبقى خلي بالك من المعلومه دي عشان دي هتفرق معانا. الفورس دي من كميات الفيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني لازم احدد ماجنيتيود واحدد ايه دايركشن. القانون اللي احنا عمالين نتكلم فيه كل الوقت اللي فات ده يجيب لك ايه؟ يجيب لك الماجنيتيود. طب الدايركشن بنحدده على اساس ايه؟ على اساس الاشارات بتاعه الشحنات. يبقى الاشاره الساين، الساين اوف تشارج، هي دي اللي هتحدد لي الدايركشن اوف الفورس، الدايركشن اوف الالكتريك فورس اللي هي اكزيرتد بتوين تو بوينت تشارجز. يبقى انا عندي تو بوينت تشارجز Q1 and Q2، في exerted force بينهم F1 أو F1.2 أو F2.1، هي نفس الforce بس in opposite direction، فبالتالي أنا هعوض عنها في القانون ده. طيب هو إيه اللي حطه ده بقى؟ ده مجرد بيسموها notation كده، أو بيسموها شكل اتجاهي للقوة. فالforce بتاعتك دي vector، يعني ساعات بعض الكتب يحطوا عليها سهم كده، وبعض الكتب الثانية يعملوا لك الحرف bold. bold يعني تقيل، حرف تقيل. فآدي الماجنيتيود بتاع الفورس اللي انت هتحسبه وتعوض عنه. ومين ده بقى؟ يعني ايه اركاب؟ حد يعرف يعني ايه اركاب ده؟ اسمه ايه اركاب ده؟ ايه اركاب ده يا شباب؟ ده متجه يسموه ايه؟ متجه ها؟ الوحده، اللي هو الوحده يونت فيكتور. يونت فيكتور في اتجاه الار، يونت فيكتور. فبتقول يونت فيكتور عن طريق ان هم يقسموا الفيكتور على المودولس بتاعه. يعني انت دلوقتي هنا لو عندك فيكتور وقسمته على الابسوليوت فاليو بتاعته تجيب كده حاجه اسمها يونت فيكتور، قيمته واحد. اليونت فيكتور اللي في اتجاه الاكس اسمه ايه؟ الاي. اي بالظبط كده. يبقى احنا هنا خلي بالك بقى ان الكورس بتاعنا ده بيشتغل بالفيكتور. طبعا احنا معتمدين على ان انت شفت الفيكتورز دي قبل كده، وممكن بعض الناس يكون طبعا درسوا الكلام ده في الثانويه، فبالتالي انت عارف ان الفيكتورز دي ازاي اضربهم في بعض، وان انا عندي نوعين من انواع الضرب، وعندي حاجه اسمها دوت برودكت وحاجه كروس برودكت. فكل دي المعلومات لازم تكون ايه عارفها، وعارف ان الفيكتور بعبر عنه بدلاله حاجه اسمها الكومبوننتس، يعني مركبات. لو المركبه في اتجاه الاكس يبقى اسمها الاي كومبوننت، يعني في اتجاه الاي. الواي اليونت فيكتور بتاعه اسمه الشيء، والكي ده اليونت فيكتور بتاع المحور اللي هو الزد. ده لو هنشتغل اكس وواي وايه، اكس وواي وزد. لو هنشتغل اكس وواي بس يبقى اي وايه، اي وجي. ماشي يا جماعه؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب هنا اكزامبل بسيط كده بيقول لك، طب ما تيجي نعوض ونشوف دلوقتي. احنا عايزين هنا ايه اكزامبل كده في الاول، بيقول لي عندي هيدروجين اتوم. طبعا اللي اعرفه عن ذره الهيدروجين انها ابسط ذره. ليه؟ ما فيهاش غير الكترون واحد وبروتون واحد. يبقى هو في النواه في بروتون واحد وفي الكترون واحد بيلف حوالين النواه دي. طيب الالكترون اللي بيلف حوالين النواه بيلف دلوقتي في مدار معين، المدار اللي هو دايره ده ليها راديوس. يبقى بالتالي كده انا اعرف الديستانس ما بين النواه والالكترون، يعني اعرف الديستانس بين الالكترون والبروتون. فهو بيقول لك احسب لنا القوه الناشئه بين الالكترون والبروتون اللي موجود عندنا. يبقى هنعوض في انهي قانون؟ قانون مين؟ قانون مين؟ الكولوم. قانون كولوم. صح معايا. يبقى قانون كولوم. طيب هل هنا بنحط اشاره للشحنات؟ لا، ما بنحطش اشاره. زي ما انت شايف هو خد الالكترون اهوت وعمل ابسوليوت فاليو، فالاشاره مش داخله معايا في الاعتبار. طب ايه قانون كي في الشحنه الاولانيه، الشحنة الثانية، والشحنة لما تكون الكترون او بروتون بيدوها رمز اي، يسموها كده الالكترونيك تشارج. ودي زي ما قلت لك ثابت. الثابت ده قيمته اهوت مديهولك في المسألة، بيقول لك 1.6 في 10 اثنين 19. فإذا هنا دي ايه؟ ده القانون او ده الشحنة. المسافة بين الشحنتين عنده راح جاي اهوت معوض ايه؟ معوض عنها اهي. والكي عنده برضو الثابت بتاعها راح معوض. طبعا هنا تحط الكلام ده على الكالكوليتر وتطلع الفورس اهو. فكانت عملية ايه؟ تعويض مباشر. هو هنا بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان القانون ده، قانون الكهربيه، قانون كولوم ده يشبه قانون بتاع نيوتن.
كان في كده قانون حطه نيوتن زمان، قالك ان اي جسمين اي كتلتين بيتجاذبوا دايما كده يحصل فيه بينهم قوه ايه، قوه تجاذب. تمام، فقوه التجاذب دي كان يقدر يحسبها، فيقولك كده ان ليها قانون جي في ام الاولاني في ام الثانيه على مربع المسافه، شبه القانون بتاعنا، بس الفرق ان دايما قوه الايه، قوه بتاعه نيوتن دي قوه جذب، انما القوه الكهربيه ممكن تكون ريبالشن او اتراكشن، ممكن تكون تنافر او تجاذب. طيب جي ده ثابت الجذب العام، قالك طب وهو دلوقتي مش الالكترون له كتله والبروتون له كتله، طب ما تيجي خد الكتل ديت قيمها بكام واحسب لنا قوه التجاذب اللي هتنشا بينهم بسبب الجاذبيه جرافيتيشنال فورس. طيب مين الجي؟ الجي ده ثابت اسمه ثابت الجذب العام، فراح معوض عنه اهوت الام واحد او ام بتاعت الالكترون اهي، ام بتاعت البروتون اهو، المسافه بينهم اهي، ربعها وعوض، طلع دلوقتي القوه الايه، القوه اللي هي قوه الجذب. طبعا ملاحظين معانا، بصوا كده كام، طلع رقم في 10 اس ناقص 47. الله ده انت معناها كده انك هتحط 0.0 وتحط 47 صفر، فاذا هنا تقريبا الجرافيتيشنال فورس تقريبا بكام؟ لما يكون عندك حاجه زي كده تقريبا بزيرو، تقريبا بزيرو. يبقى بالتالي حتى لو انا جيت قسمت اهوت، بص كده وجد ان القوه المؤثره هي مين؟ هي القوه الكهربائيه. يبقى اذا الالكتريك فورس هي اللي موجوده وهي المؤثره في حاله ان انا عندي الكترون وعندي بروتون، فالجرافيتيشنال فورس بينهم ضعيفه جدا والتاثير كله هو تاثير قوه كهربيه. يبقى كده المؤثره هي الالكترو ايه، الكتروستاتيك فورس. يبقى احنا كده بنقول اهوت ان هي دي المؤثره، وعشان كده احنا بندرس الكهرباء اللي موجوده جوه اي ذره، وندرس دلوقتي تاثير الذرات والالكترونز والاتومز على بعضها وكل الكلام ده في دراساتنا اللي جايه. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى ده كان اكزامبل بسيط كده، مجرد ان احنا بنعوض فيه عشان نعرف ازاي نحسب الايه، الفورس. طيب نيجي بقى لمعلومه مهمه قوي، احنا خلاص عرفنا ان عندنا كام شحنه، شحنتين كيو 1 ومين وكيو 2، قدرنا نحسب الفورس ما بينهم ولا لا؟ قدرنا نحسب الفورس ما بينهم. طيب افرض بقى عندك اكتر من فورس، اكتر من شحنه، يبقى عندك اكتر من ايه، اكتر من فورس. طيب هتقولي يعني ايه اكتر من شحنه؟ بص كده عندك هنا ايه بقى، عندي هنا كيو، كيو 1 شايفين يا جماعه، ادي كيو 1 اهي، تمام معايا ولا لا يا جماعه؟ متابعين ولا لا؟ معاك يا دكتور، معاك متابعين، بحس كده ان الناس نام. لا معاك. طيب خليكوا ايه مصحصحين معايا. يبقى هنا بنقول اهوت مع بعض ان احنا عندنا في بقى ايه، اكتر من شحنه، ودي بقى اللي عليها الشغل بقى، وهنخش في الجد دلوقتي. عندنا شحنه اسمها كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4، حط بقى عدد زي ما انت عايز. عايزين ندرس او نحسب الفورس اللي متاثر على كيو 1، ينفع؟ قال لك اه ينفع. هقول لك طيب بس انا دلوقتي عندي قانون حسبت بيه الفورس اللي بيأثر بيها مين؟ اللي بتأثر بيها كيو 2 على كيو 1 اهي، طلع دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، بوزيتيف وبوزيتيف يعملوا ايه؟ ريبالشن، تنافر. جيت انا من عند كيو 1 ورسمت سهم وقلت دي اف اللي جايه من 2 على 1، تمام كده؟ طيب ايه كمان؟ نمسك بقى الشحنه اللي بعدها كيو 3، ادي كيو 3 اهي، كيو 3 شحنتها ايه؟ سالبه، يبقى كيو 3 نيجاتيف. طيب نيجاتيف على بوزيتيف يعمل ايه؟ بيعمل اتراكشن. اتراكشن، طيب الاتراكشن بقى احط السهم ازاي؟ هل احطه عند كيو 3؟ لا ما احطوش على كيو 3، لان انا دلوقتي بدرس على كيو 1، بدرس عند كيو 1، يبقى انا احط السهم عند كيو 1. طب واتجاهه يبقى فين؟ على امتداد الخط الواصل ما بين كيو 1 وكيو 3، وامد الخط لجوه كده، ويبقى دي الفورس اللي اسمها ايه بقى؟ اللي اسمها كيو 3 1. يبقى انا عندي دلوقتي اهوت في ادي تاني فورس موجوده عندنا، يبقى في فورس اولانيه اهي اللي جايه من 2 على 1، وفي فورس جايه من 3 على 1، طب لسه في كمان 4 بوزيتيف وكيو 1 بوزيتيف، بوزيتيف على بوزيتيف ريبالشن، يبقى لما يكون بوزيتيف وبوزيتيف ريبالشن يبقى بالتالي القوه هتبقى اجي عند كيو 1 اللي بدرس عندها واطلع بسهم لبره اهو كده، ويبقى بالتالي دي الفورس اللي هي اسمها ايه بقى؟ 4 1. طيب لو انا عندي بقى في الثلاثه قوه دولت اف 1 اف 2 1 اف 3 1 اف 4 1،
اعمل ايه بقى عشان اجيب الاف المحصله؟ اعمل حاجه اسمها سوبر بوزيشن. يعني ايه سوبر بوزيشن يا جماعه؟ يعني ايه سوبر بوزيشن؟ يعني ايه سوبر بوزيشن؟ هو لو مديني القوة كمتجه اجمعهم جمع متجهات عادي. ايوه سوبر بوزيشن يعني كلمتها او معناها يعني اديشن يعني سميشن يعني تجميع. يبقى كده انا بعد ما احسب كل قوة على حدة اجمعهم. بس طبعا طالما ان انا بتعامل مع متجهات مع فيكتورز يبقى هجمعهم جمع اتجاهي. يبقى كده زي ما انت شايف كده ده فيكتور اسمه اف ريزلتنت بقى او اف اللي جاي على كيو واحد هيبقى عبارة عن الجمع بتاع اف 2 واحد زائد اف 3 واحد زائد اف 4 واحد. يبقى كده جمع اتجاهي زي ما هنشوف دلوقتي في المسائل بتاعتنا. يبقى ايه خطوات المسألة لما تجيلك مسألة فيها اكتر من شحنة؟ تعمل ايه؟ تمسك شحنة شحنة فيهم، تدرس تأثيرها على الشحنة المطلوبة، وتحسب القوة دي بكام، وتحدد اتجاهها هل هي ديبارشن ولا اتراكشن. وبعد ما تحدد اتجاهها وترسم السهم بتاعها تبتدي ان انت تجمعهم جمع اتجاه. تمام كده؟ هتقول لي طيب اجمعهم جمع اتجاه ازاي؟ ده هيبان في المسألة اللي جاية وفي الاكزامبل اللي جاي معانا دلوقتي. بصوا كده جه في المسألة دي بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عندي شحنة اسمها Q1 شايفينها؟ Q1 دي عند الأورجن بتاع المحورين اللي هما X و Y. يبقى الـ X ده الأفقي و Y ده الإيه؟ ده الرأسي. وعندي آدي Q1 أهي في السنتر إيه؟ بتاع أو في الأورجن اللي عندنا. طيب Q1 بكام؟ قال لك Q1 بخمسة مايكرو كولوم. يعني إيه مايكرو يا جماعة؟ إيه العلامة دي؟ إيه المايكرو دي؟ هو 10 أس سالب 6. أيوه نكون عارفينها يا جماعة إن إحنا عندنا في حاجة اسمها أجزاء الوحدة. يعني أنا عندي فيها 10 أس ناقص 3 اسمها إيه؟ ال 10 أس ناقص 3 10 باور نيجاتيف 3 ملي. طيب 10 باور نيجاتيف 6 اسمها مايكرو. 10 باور نيجاتيف 9 نانو. نانو. وال 10 باور نيجاتيف 12 تقريبا البيكو. البيكو بالظبط كده. فلازم ناخد بالنا أنت دلوقتي لما تيجي تعوض لازم تشيل العلامة دي، تشيل المايكرو دي وتضربها 10 to the power negative 6 10 أس ناقص 6. طيب قال لك Q1 أهي بوينت تشارج، Q3 موجودة أهي عند نقطة هنا، وقال لك إن دي قيمتها زي Q1 وإشارتها حتى زيها، وقال لك دلوقتي إن هم 5 مايكرو كول. وجه على محور Y وعلى بعد مسافة أهي الإيه ديت، وراح حاطط نيجاتيف ساين أو نيجاتيف تشارج، والنيجاتيف تشارج دي كانت كام؟ كانت نيجاتيف 2 مايكرو كولوم. يبقى هو دلوقتي عنده شحنه سالبه اهيت، والشحنه السالبه ديت بنيجاتيف 2 مايكرو كولوم. ماشي كده؟ طيب ايه المطلوب بقى؟ بصوا بقى معايا ايه المطلوب. طلب ايه بقى؟ قال لي فاين ذا ريزلتنت فورس اكتنج على مين؟ ها؟ على Q3. يبقى هو عايز الشحنه اللي بتاثر على Q3. حلو قوي. طب انا عندي كام شحنه ثانيه غير Q3 في المساله؟ ها؟ 2 Q1 و Q2. يبقى بالتالي هدرس واحده واحده بالتفصيل. امسك دلوقتي Q1. Q1 بوزيتيف و Q3 بوزيتيف. بوزيتيف على بوزيتيف يعمل ايه؟ يعمل ريبالشن. تنافر. يبقى بالتالي امد الخط الواصل. بصوا كده هو خلي بالك قال لي ان المسافه من عند Q1 لQ2 سماها ايه؟ ومن عند Q2 لQ3 برضو سماها ايه؟ فاذا هنا المثلث ده قائم الزاويه، يبقى الوتر بيساوي جذر 2 في الايه؟ ده معروفه كده لما يكون عندك مثلث رايت انجل تريانجل، رايت مثلث قائم الزاويه ومتساوي الساقين اللي هو ايه؟ ديت ادي دي، فدي تبقى 45 ودي 45. يعني الزاويه هنا معروفه كده ان دي كام؟ 45 درجه. تمام؟ طيب ادي هنا عندنا الوتر، الوتر جذر 2 ايه اهو. طيب همد الخط الواصل من كيو 1 لكيو 3 واكمل كده لبره. ليه يا ترى لبره؟ عشان دي تنافر، وقلت ادي القوه اللي جايه اهيت وبتاثر على كيو 3. هل ينفع احسبها؟ اه يعني بعد ما حددت الدايركشن بتاعها تعالوا بقى نحسبها.
يبقى ايه القانون بتاعنا؟ قانون كولوم K في Q1 في Q الثانية على مربع المسافة بينهم. هنا Q الأولانية اسمها Q1، Q الثانية هنا اسمها ايه؟ Q3. عوض اهو عنه. المسافة بينهم بكام؟ هل المسافة بايه بس؟ يعني واحد ممكن يقول لي المسافة دي ايه كده ما بين Q1 وQ3، هل هي ايه؟ لا، ده الوتر ده كله، الوتر كله جذر 2 في ايه. فطبعا هنا حط اهوت الار بجذر 2 في ايه، وبعد كده هيربعها زي ما انتوا ايه شايفين. عندك كيو 1 بكام؟ ب 5 في 10 اس سالب 6. عندك كيو 3 بكام؟ ب 5 في 10 اس سالب 6. الكي بكام؟ 9 في 10 اس 9. الاي بكام؟ ب 10 سم يعني 0.1 متر. عوض هنا وطلع لنا دلوقتي ان الفورس بكام؟ ب 11 نيوتن. يبقى القوه المايله دي ب 11 نيوتن. حلو، نمسك الشحنه اللي بعدها. شو احنا ماشيين بالراحه اهو، نمسك شحنه شحنه. طيب الشحنه اللي بعدها اشارتها ايه؟ سالبه. طيب سالب على موجب يعمل ايه؟ يعمل اتراكشن، تجاذب. طيب ارسم ازاي اتجاه الفورس؟ اجي من عند كيو 3 ومد خط اهوت ومده كده في اتجاه كيو 2 عشان دي قوه تجاذب اهي. واضح يا جماعه احنا حطينا السهم ازاي؟ واضح ولا لا؟ واضح واضح يا دكتور. الباقيين هو مش حد بيرد عليا غير واحد بس، الباقيين مستمعيني؟ لا تمام يا دكتور. لا تمام يا دكتور. ايوه معاك منك يا دكتور. طيب كله واضح. يبقى دلوقتي هنا عندنا احنا عندنا في قوتين، عايزين بقى ان احنا نعمل ايه؟ نجمعهم. طب بالمره الاول قبل ما اجي نجمعهم تعالوا نحسب اف 2 3. طب اف 2 3 ايه القانون بتاعها؟ ك في كيو 2 في كيو 3 على مربع المسافه. هنا بقى المسافه بينهم ايه، فربع الايه اهي. طيب هل هيحط اشارات سالبه لما يجي يعوض عن كيو 2؟ لا، كيو 2 حطها بالموجب 2 في 10 اس ناقص ايه 6. فادي هنا ادي كيو ايه كيو 2 وادي كيو 3 وراح معوض، طلعت القوه بكام؟ 9 نيوتن. طيب ازاي بقى انا اجمع القوتين دولت؟ انت دلوقتي خلي بالك هو طالب القوه المحصله، فلو انت عايز تجيب القوه المحصله ديت فانت بالتالي محتاج ان انت تجيب فيكتور كوانتيتي. القوه دي فيكتور يعني لازم يبقى ماجنتيتيود دايركشن. دايما نعرف كده ان الكميات الفيزيائيه بنقسمها نوعين، نوع بنسميه سكيلر كميات قياسيه، ونوع بنسميه فيكتور. الفيكتور بقى لازم تحدد ماجنتيتيود ودايركشن، تحدد مقدار واتجاه. هتقولي طيب انا خدت في الثانويه قبل كده ان في قانون يجيب لي محصله قوتين، معرفش تعرفوه ولا لا. القانون ده كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان الفورس المحصله بتساوي السكوير روت الجذر التربيعي بتاع اف الاولانيه تربيع زائد اف الثانيه تربيع زائد 2 اف 1 اف 2 كوزين فاي، بحيث ان الفاي دي الزاويه بين القوتين. شفنا قانون زي كده زمان ولا لا؟ ها؟ ايوه فاكرين. ايوه شفناه. محصله قوتين، فالقانون ده نقدر نستخدمه، بس للاسف لو انا استخدمته انا كده هطلع الماجنتيود بس. يعني هو كده هيطلع لي قيمه القوه المحصله اللي هي جايه من قوتين. بالاضافه في حاجه ثانيه، مشكله ثانيه اللي هي طب لو كانوا ثلاثه هل عندنا قانون برضو يلم لنا الثلاثه مع بعض في سطر واحد؟ لا. طب امال هنعمل ايه بقى؟ دي الطريقه يا شباب اللي هتعملوها دايما، خلي بالك منها عشان دي هتتكرر معانا كتير. ايه الطريقه ديت بقى؟ ان انت، ويمكن انا شفت ايه انكم بتاخدوا حاجات زي كده برضو في الاستاتيكا او في الميكانيكا يعني عموما، اللي هو ان انا اروح جاي محلل وعامل ريزوليوشن لكل الفورسز. يبقى انا كده ممكن ان انا احلل كل الفورسز واعمل لها ريزوليوشن لكام مركبه؟ لمركبتين اكس وواي. يبقى انا كده ممكن احللهم لمركبات اكس وواي، تمام كده؟ طبعا هنا لو عندي فورس في اتجاه الاكس اهلا وسهلا مش هتتحلل، لو عندي فورس في اتجاه الواي اهلا وسهلا. امال مين اللي بتتحلل بقى؟ اللي هي القوى المايله. طب انا عندي هنا في اف 2 ها افقيه، انما اف 1 3 دي مايله. طب يا ترى مايله بزاويه كام؟ ها الزاويه دي كام؟ 45 بالظبط كده، 45 ايوه بالظبط كده، بالتقابل بالراس هنا كده، فدي 45 ودي 45. تمام. طيب انا دلوقتي بقى اقدر احلل اف 1 3 دي. طب حلو، نحللها ازاي؟ عارفين كلكم ان اللي جنب الزاويه تبقى بالكوزين ولا الساين؟ بالكوزين. تبقى بالكوزين. اوكي هنا اهو اقول كده اف 1 3
كوزين، والكوزين طبعا كام؟ كوزين 45. طيب حلو. طيب والقوة التانية هتبقى ايه بقى؟ هتاخد الساين. ايوه، والتانية هتبقى لفوق كده، وهتبقى ديت هي دي اللي بالساين. يبقى احنا كده حللنا. يبقى هنا لو عندك بقى عدد كبير بقى من القوى المائلة، هتضطر بقى انك تمسك واحدة واحدة، تحللها افقي ورأسي. طيب بعد ما حللنا كل الفورسز ديت دلوقتي هنا كده افقي ورأسي، نعمل ايه بقى؟ سوبر بوزيشن بقى. نجمع بقى، يبقى سوبر بوزيشن. نجمع، نجمع كل الاكس مع بعض وكل الواي مع بعض. ماشي يا جماعه؟ يبقى هو ده اللي احنا هنعمله مع بعض. طيب هنا خلي بالك اتجاه الاكس الموجب فين؟ يمين. يبقى لو في عندي مركبات افقيه في اتجاه اليمين تبقى موجب، ولو عندي مركبات افقيه في اتجاه الشمال تبقى سالب. يعني كده اف 2 3 اللي هي 9 نيوتن ديت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. وبالظبط هو ده اللي موجود عندنا هنا. شوفوا بقى عمل ايه بعد ما حلل. جمع بقى الاكس عنده مركبتين، المركبتين مركبه كانت ناحيه اليمين اف 1 3 كوزين 45، الثانيه بالسالب، فحط اهو اشاره ايه؟ اشاره سالبه. اف 1 3 كانت ب 11 نيوتن، ضربها في كوزين 45 طرح منها 9 نيوتن، طلعت المحصله الافقيه بالشكل ده. يبقى دي قوه الاكس. طب المركبه واي بقى، هل عندنا مركبات واي ولا واحده بس؟ واحده بس. اف 1 3 دي لما حللناها اديتنا مركبه واحده بس كده لفوق، ودي اللي هي المركبه اللي في اتجاه الواي. تمام كده؟ فيبقى انا عندي واحده بس، عشان كده هو قال لك ان الثانيه بقى المركبه بتاعتها بكام؟ بصفر. فطبعا اف 1 3 ساين 45 طلعت بالرقم ده. تمام كده؟ طيب عايزين بقى دلوقتي نكتبها على شكل فيكتور. اكتبها ازاي على شكل فيكتور؟ المركبه اللي في اتجاه الاكس كتب جنبها ايه هنا؟ ملاحظين؟ اي كاب. اي كاب ده متجه الوحده اللي هو في اتجاه الاكس. والمركبه اللي في اتجاه الواي كتب جنبها ايه؟ جي كاب. جي كاب يعني معناها دي المركبه اللي في اتجاه مين؟ الواي. ماشي يا شباب؟ هل في طريقه ثانيه للتعبير عن المتجهات؟ في طريقه ثانيه كده بيستخدموها للتعبير عن المتجهات، وهي عباره عن انك تجيب حاجه اسمها ماجنتيود ودايركشن. تقول لي ازاي الكلام ده؟ فاكرين كان بيعمل ايه؟ لو حد فيكم شاطر يفتكر معانا، ان كان يقول لك اف كماجنتيود يبقى هي عباره عن ايه بقى؟ يروح جاي جايب ايه؟ الجذر التربيعي بتاع المركبه اللي في اتجاه مين؟ اللي في اتجاه الاكس تربيع اكس سكوير. ايوه بلس الاف واي سكوير. برافو عليك. هنا كده وانا عملت الحركه دي عندي اكس واي كومبوننت وربعت وجبت الجذر بعد ما جمعت كده، يبقى انا كده بجيب ايه؟ بجيب الماجنتيود. يبقى دي طريقه بتجيب فيها الماجنتيود. طب والدايركشن كان يجيبها ازاي؟ لو فاكرين كان يروح جاي قايل هاخد ايه بقى؟ تان الزاويه، ويقول عندنا زاويه وليكن اسمها سيتا، ويقول دي تان سيتا دي بتساوي ايه على ايه؟ اف واي. اف واي على اف اكس. اف واي على اف اكس. عظيم. يبقى زي ما انتم شايفين دي طريقه ثانيه للتعبير عن المتجهات يا جماعه، ان هو يعبر عنها بماجنتيود ودايركشن. الدايركشن تبقى الزاويه، ويطلع الزاويه ديت، والزاويه دي اللي هي قصده بيها الزاويه سيتا او الزاويه فاي على حسب ما انت تسمي الزاويه. يبقى الزاويه تعرف كده قيمتها وتشوف. طبعا الزاويه خلوا بالكم هي دايما بتبقى مع المحور اللي احنا قاسمين عليه تحت. يعني لو قاسم تحت كده على اكس على اف اكس يبقى دي مع محور الاكس. تمام كده؟ وبالتالي يبقى ده الماجنتيود بالنيوتن، ودي كمان الزاويه اللي عاملها المحصله بقى، دي اللي هي المحصله. تمام؟ فطبعا دي طريقه برضو من طرق التعبير عن المتجهات، بخلاف اللي احنا نكتبها. طبعا الاسهل انك تكتبها على شكل ايه؟ اي وجي وكي وخلاص. فاذا اللي هيكتبها كده مقبوله، وتبقى كده انت حليت المساله. في مشكله في الكلام ده؟ دكتور معلش، هو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اللي هو ايه؟ طريقه التعبير عن المتجه؟ ما هي هياها. هي هياها، المهم ان انا كنت عايز في الاخر تكتبوا لي الاف انها فيكتور. فانت لو كتبت لي اللي فوق دي انا فهمت ان انت عارف يعني ايه فيكتور. يعني ان انا اعبر عن مركبات، والمركبات دي اللي في اتجاه الاكس والواي والزد لو شغال 3 دي. لو انت كتبتها لي ماجنتيود ودايركشن، يعني بصوا في بعض المسائل تلاقيه كده بقى يرخم عليك ويقول لك ايه؟ كالكوليت الماجنتيود اند ذا دايركشن. فهو لو كتب كده ايا كان بقى، اذا كانت المساله عندنا هنا في الكهربيه او كانت في الفايبريشن او كانت في الاستاتيكا، يبقى هو قصده انك تجيب ماجنتيود لوحده بكام ودايركشن لوحده بكام. يبقى انت مطالب انك انت تحسب بانهي طريقه؟ بالطريقه دي.
انما انا هنا لو قلت لك اجددها لي وخلاص وسكت، انت بس تفهم انها فيكتور وتكتبها لي اي وجي وخلاص. ماشي يا جماعه؟ ها عملت انا ايه قبل كده عشان اغير بقى في المساله دي؟ قالوا في الامتحان رحت جايب لهم شحنه رابعه، جيت هنا كده ورحت نازل لتحت كده ورحت قايل لهم عندكم كملوا لي مربع كده، ورحت مديهم شحنه ايه، شحنه رابعه هنا كده وحطيتها في الحته دي كده وسميتها كيو 4. تفرق معاكم في حاجه؟ ها لا ما تفرقش، خطوات وهنمشي بيها عادي. ايوه بالظبط. يبقى كده اللي فهم العمليه عارف دلوقتي هتحط لي مثلا هنا شحنه وتسميها كيو 4 مفيش مشكله، بس اديني الشحنه دي اشارتها ايه، وبالتالي لما تحط لي شحنتها يبقى انا كنت حاطط لهم واحده هنا موجب، فطبعا موجب على موجب يدي ايه، تنافر، صح كده؟ يبقى بالتالي كان هيبقى في مركبه تانية لفوق، يبقى كده عندنا كام مركبه لفوق؟ اتنين، واحده من اللي جايه من كيو 4 واحده من جايه من تحليل الاف 1 3، نجمعهم على بعض وبالتالي دي مش هتبقى صفر، وبالتالي كل ده الفرق الوحيد في الايه، في المساله انك هتحسب فورس زياده، ماشي، وتعمل نفس الايه الماده. ماشي يا جماعه ولا لا فاهمين؟ ايوه فاهمين يا دكتور. طب انا عايز بقى اديكم فكره كده واقول لكم بقى ايه، تعالوا كده نشوف انتوا فهمتوا ولا لا اللي احنا بنقول. عندنا سكوير مربع، ادي المربع تمام، جينا عند الكورنرز بتاعته اللي هي الاركان بتاعته وحطينا 4 ايدنتيكال تشارجز، يعني حاطين اربع شحنات عند الايه، عند المربع اللي موجود عندي ده. طيب حلو، ادي المربع اهو وطول ضلع المربع ده ايه، وانا حاطط اربع شحنات هنا وهنا وهنا عند الكورنرز بتاعته، خلاص كده. طيب يا ترى دلوقتي هنا لو انا حاطط دلوقتي الشحنه، احنا هنا كلهم كام؟ كلهم بنفس المقدار اللي هو ايه، كيو، خلاص يا شباب اهو، ادي كيو وادي كيو وكمان اللي على الشمال دي كمان كيو اهي. طيب حلو، بس هنا بقى في فرق. ايه الفرق دلوقتي هنا؟ ان كيو وكيو اللي على الشمال، الاثنين اللي على الشمال كانوا بوستيف، يبقى دي بوستيف ودي هنا كمان بوستيف، والشحنه دلوقتي دي نيجاتيف ودي كمان نيجاتيف. طيب وبعدين جه قال لك لو انا جيت دلوقتي هنا وجيت رسمت كده اللي هو الدياجونالز اللي هو القطر، يعني ادي قطر كده وادي قطر تاني كده اهوت، وحطيت شحنه في السنتر بالظبط بتاع السكوير، الشحنه دي اسمها كيو نود، خلاص كده. يا ترى اتجاه القوه المؤثره المحصله على كيو نود، وكيو نود ديت شحنه سالبه، كيو نود شحنه ايه؟ سالبه، تمام كده. يا ترى اتجاه القوه المحصله يبقى فين؟ يلا قولوا لي بقى، فكر كده معاك دقيقه كده فكر وقول لي يا ترى احنا عندنا هنا في كام قوه هتاثر على كيو نود؟ أربعة فورسز، صح كده. يلا حط بقى اسهم، حط اسهم انت الاربعه فورسز وشوف هل هيضيعوا بعض. يعني في واحد قال لي هيبقوا بزيرو في الاخر، هل كلامه ده صح؟ عندك في اربع شحنات عند الاركان بتاعه السكوير ده، ده مربع والمربع ده طول ضلعه ايه، والاربعه قد بعض الانستيتيود، بس في اثنين بوزيتيف اللي على الشمال، في اثنين نيجاتيف اللي على اليمين، وعايزين شحنه في النص، والشحنه اللي في النص سالبه. شوف بلعب عليك اهوت بالاشارات. يا ترى الفورس المحصله هيطلع اتجاهها واي ولا واي موجب ولا واي سالب؟ اتجاه واي موجب. واي موجب. موجب ولا اكس سالب ولا صفر؟ اتجاه اكس اكس موجب. ثانيه لما دي ريفرشن دي ريفرشن تمام ومعديه اتراكشن تمام ودي ريفرشن معديه اتراكشن تمام تيجي تحللها تمام كده
تبقى في اتجاه الاي نيجاتيف. حد عنده راي تاني؟ اتجاه الاي بوزيتيف. طيب ازاي اللي قال لي الاي بوزيتيف ده جابها ازاي؟ هو مشان البوزيتيف اللي في الناحيه اللي الشمال كلها بتعمل ريبيل لناحيه اليمين، والنيجاتيف في ناحيه اليمين بتعمل اتراكت. احنا بندرس على كيو نود اللي في السنتر. ايوه. طيب البوزيتيف البوزيتيف على النيجاتيف يعمل ريبيل ازاي بس؟ بيعمل اتراكت، يعمل اتراكشن. يبقى كده أيوة. البوزيتيف كده كله بيروح على الاي نيجاتيف. ايوه فهمت بقى. هيروح تجاه الاي نيجاتيف صح. يبقى الفورس اللي فوق الشحنه دي ايوه خلاص. صح كده، لان ان هي مديها فورس كده، اللي تحت هتدي فورس أيوة. كده مايله كده ايوه ماشي. طيب والنيجاتيف على نيجاتيف يدي ريبيل. تعمل ريبيل ريبيل اتجاه الاي نيجاتيف برضو. بالظبط كده، برافو عليك. والنيجاتيف على النيجاتيف يعمل ريبيل. طبعا واضح ان عندي دلوقتي اربعه فورسز. أيوة. لو عملت ريزوليوشن دلوقتي دول هيدوا واي بوزيتيف، واللي تحت هيدوا واي نيجاتيف، فيحصل ايه للواي؟ ها يكنسلوا بعض. يكنسلوا بعض ايوه، هيكون نيوترو. فوق تكنسل اللي تحت لانهم قد أيوة. بعض في الماجنتيود، لان الديستانسز قد بعض والتشارجز قد بعض كفاليوز قد بعض ايوه. فما يفضلش غير عندك بس اللي هم في الدايركشن الهوريزونتال اللي في اتجاه النيجاتيف. الاي نيجاتيف تطلع نيجاتيف ايوه. يبقى كده هيبقى عندنا كام نيجاتيف؟ على فكره التشارجز قد بعض وكمان الديستانس قد بعض، يبقى بالتالي انا ممكن اروح جاي واخد واحده بس احسبها واضرب في كام؟ واضرب في 4 كلهم قد بعض. طب الزاويه كام لما اعمل ريزوليوشن؟ الانجل دي كام؟ انتوا عارفين الدياجونالز بتاعه السكوير بتبقى 45. ايوه برافو عليك. الدياجونالز بتبقى نورمال تو ايتش اذر، يعني الدياجونالز عمودين على بعض، فالزاويه بين الدياجونالز 90 لما انصفها كده تبقى 45. يبقى كده عندك تقدر تقول ان الفرصة عندك 4 صح كده، في كام بقى؟ في كي مش كده، في كيو الاولانيه، في كيو الثانيه. طبعا كيو الثانيه اللي هي كام؟ ها اللي هي كيو نود صح، اللي في السنتر على مربع الديستانس. طيب مربع الديستانس اللي هو كام بقى؟ هل هو الدياجونال كله جذر 2 على 2؟ ايوه اللي هو الحته دي. فاذا هنا نص الدياجونال، نص الدياجونال اللي هو سكوير روت 2 في ايه زي ما عملنا من شويه على كام؟ على 2. ايه على 2؟ عشان ده نص الدياجونال تمام كده. طبعا لازم اللي تحت ده يبقى كله ايه بقى؟ كله سكوير، كله كده سكوير. دكتور ايوه، هو انا لسه داخله، هو انا ما اعرفش، هو مش ده ميت المفروض ان دي الشانل بتاعه الالكتريستي ماجنتيزم؟ بالظبط كده المفروض. هو في ليكتشر دلوقتي المفروض ان احنا يعني احنا حصل تغيير في الجدول، تعديل في الجدول يا جماعه. فالتعديل ده طبعا انتوا متابعين من الفتره اللي فاتت ان في اللي هي الادد كورسز اللي كانت المفروض ما تتفحش في الترم الاولاني، زي الداينامكس الداينامكس والماس 2 والالكتريستي. فالمواد ديت كان مش لاقي لها مواعيد مناسبه تناسب الناس، فحصل تعديل في الجدول، وكان اخر حاجه ان الالكتريستي هتبقى النهارده المحاضره بتاعتها، والمفروض انها بعد كده هتبقى المحاضره من 4:30 من 4:30 ل 7:30. ده انا ما حدش بلغنا اصلا بالموضوع ده خالص، يعني في بعض الناس قدرت انها تتواصل معايا، وانا المفروض ان احنا عندنا يعني جروب او تعملوا انتوا جروب بعد كده وتعرفوه. على العموم احنا لسه في البدايه. موجود يا دكتور الجروب اتكلمنا عليه، يعني انا عرفت النهارده من الجروب. طيب المهم يعني هو المحاضره زي ما احنا عارفين انها بتسجل، وهو الجزء الاولاني ده اصلا جزء بسيط، احنا لسه كنا بنتعرف على المنهج بتاعنا وهيمشي ازاي، وهي دلوقتي بتسجل وهتنزل لكم. وانا طبعا هنا مع الطلبه اللي معانا دايما معايا في الكورسات بروح بنزل لكم الفايل، الفيديو ده بعمل لكم داونلود له وارفعه لكم على المايكروسوفت ستريم، واديكم اللينك تقدروا تتفرجوا عليه في اي وقت بعد كده ان شاء الله، وتفضل طيب. المحاضره موجوده ما بتضيعش، غير طيب. مثلا لان هو دلوقتي السيستم بتاع التيمز ان هو ما بيحافظش على الفيديو اكتر من 20 يوم بعديها بيمسح المحاضره. احنا طبعا مش عايزين المحاضره تتمسح، فاحنا هحفظ لكم انا المحاضرات واعمل لها داونلود وابلود على مكان ثابت، واديكم اللينك بتاعها على طول تبقى جاهزه معاكم. فما تقلقوش، احنا دلوقتي هنا زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا ما خدناش غير قانون واحد اللي هو قانون بتاع كولومز لو،
احنا ماشيين بالراحه. هتلاقي انا دايما احب امشي بالراحه كده عشان الناس تبقى مستوعبه وتحاول تطلع كانك بتذاكر معايا دلوقتي. انت كده بتذاكر وبتعوض وبتحسب وبتطلع الحاجات ديت وبتعرف دلوقتي ايه المساله ماشيه ازاي. يعني احنا كده موعدنا هتبقى يوم اليوم الاثنين الساعه 4:30 الليكشر. ليكشر من 4:30 ل 7:30. انما بالنسبه للتوتوريال، التوتوريال زي ما هو نزل لكم في الميعاد بتاعه اللي هو يوم الاربعاء. تمام ماشي. اللاب طبعا انتوا عارفين عندنا في 4 تجارب لاب، فميعاد اللاب هيبقى يوم السبت الحصه الثانيه. تمام السبت الحصه الثانيه من يوم السبت هننزل ان شاء الله. من يوم السبت الجاي هيكون بالظبط عندنا اول لاب، واحنا السبت الجاي هيبقى سيكشن. يعني احنا عندنا العدد بتاعنا مقسوم سيكشنين، فاحنا دلوقتي هيبقى عندنا، هنعتبر نفسنا كده ايه، يعني هنحاول ان احنا نرتب. انا ابعت لكم كشف، الكشف ده فيه ترتيب اسامينا كلنا. فاول 50 واحد هم دول هيبقوا سيكشن 1، وال50 التانيين دول سيكشن 2. فسيكشن 1 هو اللي هيحضر. اوكي سيكشن 1 اللي هيحضر، وبعد كده الاسبوع اللي بعده يحصل تبادل ويحصل سويتش، وسيكشن 2 هو اللي ايه اللي هيحضر. فانت عندك تجربه كل اسبوعين. اوكي يا جماعه. يا دكتور مرسي. تمام يا دكتور. اطلع عشان ورايا ليكتشر تانية وبعد كده بشوف الفيديو ده. تمام في اتندنس او كده ولا ايه؟ لا 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 مفيش اتندنس ولا حاجه، المهم ان انتوا تبقوا متابعين. بس بالنسبه للتوتوريال ده لازم تحرصوا انكم تحضروا عشان ده فيه مسائل، والمسائل دي مهمه مهمه مهمه، افضل اقول مهمه لغايه اخر الايه السمستر. هو التوتوريال الاربع الساعه كام معلش؟ يوم الاربع اعتقد على ما اظن 6:30. تمام يا دكتور مرسي شكرا. اوكي تمام دكتور. هو حضرتك كنت بتقول ان احنا عاملين جروب على الواتساب وكده، هو فعلا احنا عاملين جروب وعليه عدد كبير بالنسبه للاتند اللي حاضر دلوقتي في المحاضره. هو قليل جدا مقارنه بالعدد الكبير اللي في الجروب. ففي الجروب كنا في الاول بنتكلم ان المحاضره هتكون يوم الجمعه، وكان مناسب تقريبا بنسبه 90% كان الناس كلها موافقه ومناسبها الميعاد. بعد كده لما جه النهارده ان اول ما عرفنا او امبارح اول ما عرفنا ان الميعاد هيكون النهارده الساعه 4:30، ال 90% اللي كانوا مناسبهم بقى مش مناسبهم. في ناس كنا لسه مخلصين سيكشن ستاتكس دلوقتي، في ناس بس دلوقتي في الكليه عندهم سكاشن ومعامل في الكليه، وفي ناس عندهم محاضرات ثانيه خلاص. عظيم. يعني انت دلوقتي بتقترح ان احنا نخليها الجمعه؟ يا فندم. يا دكتور لو طيب. ده لو مناسب حضرتك يعني انا يناسبني ماشي مفيش مشكله. لو انتوا عايزين ان احنا نخليها يوم الجمعه اوكي، تتفقوا مع بعض تعملوا فوتنج مثلا او تعملوا حاجه معينه تشوفوا العدد هيناسب مين والساعه كام. اوكي وتبلغوني. تمام ماشي. هو بس ممكن الطالب البشمهندس كان بيتكلم، ممكن بس تبعت اللينك بتاع الجروب بتاع الالكتريستي لان ما يعني ما نزلش اصلا. هو موجود على صفحه الكليه على الفيسبوك، الجروب بتاعنا على الفيسبوك. اوكي يعني هو قصده ان هو يعني بيعتبر ان جروب اللي هو 2019 2020 صح؟ ايوه منزلين عليه اللينك بتاع الواتساب. اوكي طيب. لو انت تقدر تكتبه في التشات دلوقتي، يعني احنا عندنا هنا في التشات بتاع الليكتشر تقدر تكتب اللينك ده. هو للاسف عشان انا مش ادمن فيه، بس انا هشوف لو اللينك لسه موجود في الجروب هبقى هجيبه للتشات دلوقتي. طيب تمام عظيم. بحيث ان احنا تعملوا زي ما قلت لك كده، تتناقشوا تعملوا فوتنج تعملوا. انا النهارده بس كنت حريص ان احنا نتقابل عشان نتفق على الحاجات ديت، وكمان عشان نبقى ايه، نبقى لو في مثلا ميعاد زي ما انت قلت كده الجمعه نحدده ايه ونقول بعد كده المحاضره. بالاضافه لحاجه ثانيه ان احنا طبعا احنا ده يعتبر الاسبوع الثاني، فبالتالي احنا كان صعب ان احنا نضيع الاسبوع من غير ما ناخد فيه ايه محاضره. ماشي يا جماعه. تمام. طيب اقول لكم ناخد بريك شويه، ناخد بريك 10 دقائق نرجع نكمل. اوكي يا جماعه. تمام 10 دقائق بس ونيجي نكمل على طول على هنقول كام، هنقول 6، خليها 6:30 نكمل 6:30. اوكي تمام تمام اشوفكم على خير.